السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم، وأيضاً أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، وفي ارتفاع في الأسعار يا جماعة، في أسعار الدولار وأسعار العملات العربية. هنبدأ بالأسعار العملات العربية. سعر الدينار الكويتي سجل 95 جنيه و78 للشراء، بزيادة 37 قرش، و 99 جنيه و66 للبيع، بزيادة 46 قرش. الريال السعودي 8 جنيه و8 قروش للشراء، 8 جنيه و11 قرش للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع. الدرهم الإماراتي 8 جنيه و27 قرش و 8 جنيه و29 قرش للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع. أما الدينار البحريني 78 جنيه و42 للشراء، 33 قرش زيادة، بزيادة 33 قرش يعني. أما البيع 80 جنيه و79 للدينار البحريني، بزيادة 35 قرش. الريال القطري 7 جنيه و78 للشراء، بزيادة 3 قروش، 8 جنيه و35 للبيع، بزيادة 5 قروش. الدينار الأردني 42 جنيه و21 للشراء، بزيادة 18 قرش للشراء، 42 جنيه و90 قرش، بزيادة 15 قرش للبيع. كل دي العملات العربية والزيادات اللي فيها، وبرضو الدولار فيه زيادة. خليكم معانا. أنا هقول بقى أسعار الدولار يا جماعة. البنك الأهلي المصري سجل 30 جنيه و38 للشراء، 30 جنيه و48 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء في البنك الأهلي. بنك مصر 30 جنيه و38 للشراء، 30 جنيه و48 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء. بنك القاهرة 30 جنيه و48 للشراء، 30 جنيه و55 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء. البنك التجاري الدولي 30 جنيه و48 للشراء، 30 جنيه و58 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء. بنك كريدي اجريكول 30 جنيه و48 للشراء، 30 جنيه و58 للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع وللشراء. ده كده 58 يا جماعة. 8 أول مرة أقرأ 30 جنيه و58. مصرف أبو ظبي الإسلامي 30 جنيه و53 للشراء، 30 جنيه 58 أيضا للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع والشراء. أما بنك البركة 30 جنيه و48 للشراء، 30 جنيه و58 للبيع، بزيادة 3 قروش. بنك اسكندرية 30 جنيه 45 للشراء، 30 جنيه 55 للبيع. قناة السويس 30 جنيه 45 للشراء، 30 جنيه 55 للبيع. أما التعمير، بنك التعمير والإسكان 30 جنيه 45 للشراء، 30 جنيه 55 للبيع. يبقى كده أعلى سعر للبيع في الدولار يا جماعة 30 جنيه 58، 30 جنيه 58. النهاردة ده رقم أول مرة أشوفه، 30 جنيه 58 في أغلب البنوك، 30 جنيه 58 كده يعني. هو كده دي الزيادة بتاع النهاردة، وحتى في العملات العربية. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل عشان يوصله كل جديد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.